أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الوطني رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف نخبة من رجال الأعمال المتميزة. تنا لكم اليوم السيد مهدي، شريك في شركة سمارت أرت. نورتنا ونورت البرنامج. بداية حابين نرحب فيك طبعا. أهلا وسهلا بكم، نور لكم حبيبي. أهلا وسهلا فيك. حابين نتعرف عنك ونعرف السادة المشاهدين عن شخصك الكريم. أنا مهدي، شريك من شركاء، هو هذا بزنس عائلي بالعطور، صار لنا يعني 40 سنة. أنا طبعا مو 40 سنة، بس صار لي 10 سنين بالمصلحة، والحمد لله والشكر. يعني بدينا أول خطة بالإمارات وكانت مفيدة جدا لنا، الحمد لله والشكر. خبرنا أكثر عن أنواع العطور، عن المنتجات اللي بتقدموها في سمارت أرت. إحنا بسمارت أرت عندنا ثلاث براندات للعطور، اللي هي ترند، مكارتي، ومونتي بيانكو. الترند هي اللي تكون الفخمة، عود وكشكل وكريحة تكون فخمة. المكارتي اللي هي تكون الميديوم ليفل او اللكجري ليفل، وبعد في عندنا المونتي بيانكو اللي هي تكون العطور الرخيصه للقشره المتوسطه، يعني من جامع من ممتاز. طبعا في ظل المنافسه في دوله الامارات العربيه المتحده في جميع مجالات العمل، طبعا لازم يكون عندك شيء مميز يميزك عن باقي المنافسين. شو المميز عندكم عن باقي المنافسين في سمارت أرت؟ طبعا هلا ما شاء الله بالامارات، يعني احنا عندنا منافسه قويه جدا جدا وشرسه، بس الحمد لله يعني كون خبرتنا بالسوق فعرفنا كيف نطور نفسنا وكيف نتميز. يعني احنا بالعطور تبعنا خصوصا بماركت ترند نتميز بالروائح الخاصة جدا والباكيجينج الراقي جدا، فهي تكون يعني احنا الهدف الاصلي تبعنا يكون مثل هدايا للناس. يعني مثلا انت لما تشتري هدية لواحد شريك بزنس عندك او اي احد تحبه، فمسوين الباكج بشكل جدا جدا جذاب، انه لما تهديه لاحد يكون شيء رائع جدا. وبنفس الوقت الفواحان العالي تبع العطور والرياح ما تلاقيها كل مكان. يعني احنا نشتغل يمكن على كل عطر يمكن لازم نشم لنا فوق ال 500 فريجرنس مختلف ونخلط بيناتهم لبين ما نوصل لمنتج واحد. اكيد طبعا. حابين نتعرف ايضا عن الهدف اللي راسمينه والخطط المستقبليه اللي راسمينها في سمارت أرت. من الامارات للعالم، يعني الهدف تبعنا انه اوكي نبدي بالامارات، بس الخطط يعني بالثلاث سنين الجايه ان شاء الله نوصل لاسواق اوروبا ان شاء الله. حاليا باسواق الخليج موجودين وباسواق الشرق الاوسط بشكل عام، بس الخطوه الاتيه ان شاء الله اوروبا وامريكا ان شاء الله. طبعا نتمنى لكم دائما النجاح والتميز، نطمح انه نشوفكم في العالميه وليش لا، ان شاء الله عندكم هدف أكيد. وامل وطموح ان شاء الله يا رب تحققوه. طبعا دوله الامارات دوله الامن والامان، كيف ممكن يساعد الامن والامان على استقطاب المستثمرين؟ كيف ممكن يساعد على استقرار السوق ايضا اللي احنا فيه؟ طبعا يعني مثل ما شايف انت بالامارات اكثر الناس وافدين، والوافد ليش يجي؟ هو يطلع من مثلا بلده انه يدور على امن، يدور على مكان يقدر يقعد فيه ويشتغل براحة بدون ما يفكر أكيد. بعوائق أو عوامل خارجية تكون تأثر أكيد. على الشغل تبعه. فالحمد لله والشكر دولة الإمارات يعني الأمان تبعها، الاستراتيجيات اللي حاطيها لرواد الأعمال تساعد كثير. يعني صح في تنافسية، بس بنفس الوقت السوق مفتوح، ما في احتكار للسوق، فأنت وفكرك أنت وشو تفكيرك شو الأفكار الجديدة تجيبها أكيد راح تنجح معك أكيد. فهذا فرق بين الامارات والدول الثانيه. الدول طبعًا. الثانيه اكيد تكون في محدوديات، في احتكار، في صعوبات للدخول للسوق، بس لا بالامارات الحمد لله والشكر ما عندنا هيك شيء. اكيد طبعا بنوجه رساله شكر وتقدير لجميع الشيوخ وحكام دوله الامارات من طاقم عمل برنامج رواد الاعمال، بدنا ناخذ منكم ايضا كلمه من سمارت أرت للشيوخ. يعني احنا طبعا نشكرهم ونشكر جهودهم المتواصله على تنميه البلد وتنميه الاعمال بالبلد. ويعني دائما ما شاء الله سنه على سنه احنا بالامارات نشوف ان نصير أكيد. توب بشيء صح. فنشكر الشيوخ والله يديم ظلهم علينا ان شاء الله. امين يا رب العالمين. طبعا في نهايه حلقتنا حابين نتشكرك على ظهورك معنا اليوم، كان لنا الشرف اكيد، وحابين ايضا نتعرف على كيفيه الوصول والتواصل لسمارت أرت. شكرا جزيلا لكم لهالموضوع. عندنا الويب سايت تبعنا smartart-int.com، وعلى الانستغرام تقدروا تلاقونا على ترند بيرفيومز او على الفيسبوك كمان نفس الشيء. طبعا جميع ارقام التواصل وايضا وسائل التواصل الاجتماعي سوف تظهر اسفل الشاشه. الى هنا اعزائي المشاهدين ننهي حلقتنا الاسبوعيه مع ضيفنا المميز. تابعونا كل جمعه وسبت على قناتكم ABC العربيه. دمتم بخير وفي امان الله. شكرك مره اخرى. شكرا جزيلا. شكرا للضيف الكرام.